مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة. إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يلا بنقطع الدجاج إلى 8 أجزاء. دائما لما بنقطع الدجاج من المفصل، بنقطع من المفصل، نستهدف المفصل، بكون أسهل في التقطيع مثل ما أنتوا شايفين. الجناح والظهر ما بنعوزه، نستثني الجناح والظهر لأنه الجناح بده استوى أقل وما بصير نوضعه مع الورك والفلي. باقي الدجاجة نعملها لثمان أجزاء. والجلد إذا أنتوا حابين ترفعوا الجلد ممكن ترفعوا الجلد، حابين تخلوه تخلوه، هذا كله على حسب ذوقه. دائما من المفصل بنقطع الدجاج من المفصل دائما، أو بنجيبه مقطع وجاهز، الفرخة 8 قطع. هيت نعمل محلول الماء والملح. لكل لتر ماء 50 غرام ملح، لتر الماء هو 5 كاسات، والملح 3 معالق طعام 50 غرام. نحرك جيد ونعمل ثقب في كل جزء، كل قطعة دجاج نعمل فيها ثقب ونخليها في المحلول أقل شي نص ساعة وأكتر شي ساعة. توابل: دقيق 400 غرام، كزبرة مطحونة، وبابريكا أو فلفل حار بدل البابريكا، كمون، والهيل، والنشا. كل الأوزان والمقاسات موجودة، مكتوبة، كل شيء مكتوب وموجود كمان في صندوق الوصف. نوضع الدجاج مع التوابل مرتين، بنعيده إلى الماء، إلى المحلول، الماء والملح، وبنرجعه على التوابل مرتين. هيك جاهزة. نعمل كمان واحدة عشان تشوفوا كيف. ناخد قطعة من الدجاج نوضعها بالتوابل ونرجعها بسرعة إلى الماء من ثم إلى التوابل. هيك صارت جاهزة. الزيت بنحمي الزيت تقريبا فوق المتوسط، حرارة تقريبا 150 درجة مئوية. نغلق الوعاء لمدة 10 دقائق. طبعا عشان يستوي نوضع فوق الغطاء تقل، يصير مثل طنجرة الضغط، ولكن تقريبا 80% من طنجرة الضغط ضروري نوضع تقل. طبعا بياخد 10 دقائق، هيك خلص 10 دقائق استوى. كل ما زاد وزن الفرخة كل ما زاد وقت استوى. كل 100 غرام بتزيد الدجاجة أكثر من كيلو 100 غرام بنزود دقيقة، كل 100 غرام دقيقة. يفضل ما يزيد عن 1.5 كيلو الفرخة، يفضل. طبعا نحكي 1.5 كيلو الفرخة بدون ريش بدون الأمعاء، مثل ما انتو شايفين. وصفة كتير روعة وسهلة وبسيطة.
ومجربة، وهذه طريقة بدل طريقة المكن، لأنه المطاعم تستخدم مكن مخصوص هو عبارة عن ضغط، وهذا شكله من الداخل مثل ما أنتم شايفين مستوي، ما في لا دم ولا أي شيء. وأي شيء بتعزوه ممكن تكتبه في التعليقات، أي استفسار أو أي سؤال. وكل عام بخير ورمضان كريم. أتمنى تشتركوا بالقناة. شكرا كتير لكم، مع السلامة.